هذا المشروع نظرا لانه كل يعرف انه فيه تطور تكنولوجي هائل حول العالم من واقع الجريمة السيبرانية بين مبادئ الحرية وضوابط المسؤولية هو محور هذا الملتقى الوطني الذي احتضنته كلية الحقوق والعلوم السياسية بحضور أساتذة وأكاديميين مختصين في القانون والجريمة الإلكترونية. هذا الملتقى جاء ليعالج إشكال قانوني مهم جدا، ألا وهو ما إلى أي حد عنت التشريعات الوطنية والاتفاقيات والصكوك الدولية بمواجهة هذه الجريمة السيبرانية، وهل نجحت بالفعل في مواجهة هذه الجريمة أو على الأقل الحد من هذه الجريمة. الملتقى شهد مداخلات للمختصين تناولت مقترحات لمواجهة التحديات السيبرانية. الإشكالية التي تطرحها هذه المداخلة هي تحول الجريمة من البيئة التقليدية إلى البيئة الافتراضية أو الإلكترونية، يعني ما فيش اختلاف كبير بين الجريمة التقليدية والجريمة الإلكترونية إلا من حيث الوسيلة المستعملة، ننتقل من بيئة إلى تقليدية إلى بيئة افتراضية، وبالأخص حرمة الحياة الخاصة. نعرف بلي حرمة الحياة الخاصة هي من الحقوق المكفولة دستوريا في الدستور الجزائري على مر العقود الدولة الجزائرية. إذن أهداف الملتقى يتمثل في تسليط كرة الضوء على هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري وباقي المجتمعات الأخرى، كذلك تحديد صور وأشكال الجرائم السيبرانية التي تقع قلت في كل على الصعيد الوطني والصعيد الدولي، كذلك تحديد الحماية الجنائية بنوعيها الحماية الوطنية والحماية الدولية. ملتقى وطني يأتي كخطوة مهمة نحو تعزيز الوعي وتحقيق الأمن ضمن الفضاء الرقمي ودعم للمساعي الوطنية والدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية.